علي بن أبي طالب لما خسر مالك الأشتر النخعي قال عقمت النساء أن يلدن مثل مالك، هل قامت النساء عن مثل مالك؟ مالك وما أدراك، بحيث وصل الحال وصف مالك يقول والله لو كان مالك في غابة موحشة وفي ليلة مظلمة ووضع رجله على بطن الأبوة لما رجف قلبه. احنا هاي الزلم اللي تنهض بالرسالة وتوصل رسالة، مو جعفر اللي يرجف بتموز يمر له بسيطرة يقرأ القرآن كله ختمة بس كفيني شر الشرطي، واني إذا ضل وراي ماكو شيء. هذول الناس اللي 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 شو يقول لبس القلوب على الدروع وأقبل ويت. فاحنا الدم داخل في تركيبتنا ترى، من حمزة سيد الشهداء، من حجر بن عدي الكندي، من عمرو بن الحمق الخزاعي، من واقعة الطاف، من المختار، من زيد الشهيد، من الحسين بن علي الخير. شو وقت توقف نزيفنا عمنا؟ ما توقف نزيفنا، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.